وفاة شخصين غرقا في شاطئ رأس كثيب بمدينة الحديدة. وإلى التفاصيل، غرق شخصان اليوم الأحد أثناء ممارسة السباحة في سواحل منتجع رأس كثيب السياحي بمدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن. وذكر مصدر محلي أن الشابين المتوفين هم نصر الله جمال أحمد علي نعمان البالغ من العمر 19 عاما وأحمد حلمي محمود مهيوب الحاج البالغ من العمر 14 عاما. وتمكنت توريات خفر السواحل من انتشال جثتي الشابين من عرض البحر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.